متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أهلا بكم إلى نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم للمملكة العربية السعودية، والتي سنتحدث فيها عن المحاور التالية. سيكون هناك نظرة ومتابعة عنية للأحوال الجوية السائدة حاليا في المملكة، ثم سننتقل إلى توقعات الطقس الأيام القادمة، ونختم هذه النشرة بتنبيهات وإرشادات بشأن الأحوال الجوية السائدة ومتوقعة في المملكة. نبدأ صور الأقمار الاصطناعية لهذا اليوم، والتي تشير إلى وجود هذا المنخفض الجوي العميق كما تلاحظون في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. هناك دوران كبير للسحب، وهناك غيوم تؤثر على مناطق مختلفة من بلاد الشام والأردن. بعض الأمطار الخفيفة تهطل في مناطق قريبة من تبوك، ولكن كما الجميع يعلم في تبوك هطلت أمطار شديدة خلال ساعات الليلة الماضية. نفس هذه الصور الأقمار الثانية تشير إلى وجود نشاط رعدي للسحب والغيوم في المناطق القريبة من رفحاء والمناطق الشمالية من حائل، وصولا إلى المناطق الشرقية من عرعر. وأيضا بعض السحب الرعدية بدأت تتشكل في المناطق التي ما بين حفر الباطن ورفحاء. على الجانب الآخر هناك سحب رعدية تتشكل في البحر الأحمر، بعض منها يدخل إلى اليابسة في مناطق حول جدة، قد تجلب بعض الأمطار. أيضا بعض الأمطار تهطل في مناطق داخلية من المملكة العربية السعودية. طبعا هذا المنخفض الجوي يتوقع خلال الساعات القليلة القادمة أن يدخل إلى داخل الأراضي الأردنية، وبالتالي يتوقع هذا الحزام من السحب المرافق الذي يسمى بجبهة هوائية باردة أن يدخل أكثر فشيئا فشيء إلى الداخل بمشيئة الله تعالى. لنطلع سويا على خرائط توقعات الهطولات المطرية. كما نلاحظ أن مع ساعات اليوم بعض الأمطار تهطل في المناطق الشمالية الغربية للمملكة، تحديدا عند منطقة تبوك، ولكن هناك أمطار رعدية غزيرة في مناطق قريبة من رفحاء والحدود الشمالية، بعض الأمطار أيضا في منطقة القصيم، وصولا إلى بعض المناطق التي تقع في الغرب من الرياض وإلى المناطق الشرقية من المرتفعات الجبلية الغربية. بعض النشاط الرعدي كما ذكرنا في مناطق ساحلية قريبة من جدة والمناطق الجنوبية الغربية من المملكة. مع ساعات هذه الليلة يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تستمر الأمطار بالهطول على المناطق القريبة من الأردن، بالإضافة إلى منطقة تبوك، كما يتوقع أن تهطل أمطار رعدية غزيرة على مناطق قريبة من حفر الباطن ورفحاء، وصولا إلى بعض مناطق القصيم وأيضا المناطق الشرقية من المملكة. هناك أيضا توقعات بهطول الأمطار أيضا في مناطق أخرى من المملكة بمشيئة الله تعالى. خلال ساعات نهار يوم غد مع تحرك المنخفض الجوي أكثر إلى الداخل، تزداد مرة أخرى فرص هطول الأمطار في شمال غرب المملكة في مناطق الجوف وسكاكا وعرعر، وأيضا تستمر فرصة الأمطار الرعدية في بعض مناطق شمال شرق المملكة، في حين أن العاصمة الرياض ربما غدا خلال ساعات النهار تتعرض لبعض الزخات من الأمطار بمشيئة الله تعالى، كذلك أمر بعض مرتفعات جنوب غرب المملكة. مع ساعات عصر يوم غد تكون الفرصة مهيئة للأمطار في مناطق الرياض والمناطق الشرقية بما فيها الدمام وشمال وشرق المملكة، وصولا إلى بعض المناطق الجنوبية الغربية من المملكة. بعض الأمطار أيضا ما زالت موجودة في الحدود الشمالية وبعض المناطق الشمالية الغربية من المملكة بمشيئة الله تعالى. انتقالا لتوقعات الطقس خلال الأيام القادمة، إذا هذه نهار يوم غد فرصة الأمطار في الرياض واردة مع بعض الأتربة المثارة، درجة حرارة 29 درجة مئوية، تنخفض الليلة إلى 16 درجة مئوية مع فرصة للأمطار. يستقر الطقس يومي الأحد والاثنين وتكون الأجواء فيها مستقرة في العاصمة الرياض، 29 يوم الأحد و 28 يوم الاثنين مع أجواء مشمسة مع ظهور بعض الغيوم بوجه عام. طبعا يمكنكم الاطلاع و مشاهدة المزيد من التوقعات في عبر تطبيق تحميكم تطبيق طقس العرب، يمكنكم وضع مناطق سكناكم ومعرفة آخر الأحوال الجوية في تلك المناطق. أيضا تابعونا غدا في نشرة جوية أسبوعية كما عودناكم يوم السبت لمتابعة أحوال الطقس المتوقعة في المملكة خلال بقية الأسبوع القادم وما ستحمله الأجواء من تغييرات خلال هذا الأسبوع بمشيئة الله تعالى. انتقالا إلى المحور الأخير في هذه النشرة، وهي بعض التنبيهات والنصائح الهامة بشأن الأحوال الجوية. طبعا ندعوكم للابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، ويعني حتى مناطق ارتفاع منسوب المياه، عدم المجازفة والمغامرة في مثل هكذا ظروف. تحديدا هذا الأمر ينطبق على مناطق شمال شرق المملكة على وجه تحديد، كون غزارة الأمطار متوقع أن تكون كبيرة في مناطق حول حفر الباطن ومنطقة رفحاء. الأمر الآخر طبعا دائما ندعوكم للانتباه من شدة سرعة الرياح الهابطة التي تحدث إبان تأثر تلك المناطق
المناطق بالغيوم والعواصف الرعدية، والانتباه من كثافة الغبار في بعض المناطق خاصة في مناطق شمال شرق المملكة نتيجة اشتداد سرعة الرياح مما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وازدياد نسبتها في الأجواء. إذن كان هذا كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة خلال الأيام القادمة والساعات القادمة. دائما لا تنسوا بتفعيل زر الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب لكي يصلكم أولا بأول آخر نشراتنا الجوية، كما لا تنسوا تحميل تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد ومستجد حول الأحوال الجوية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.